ارحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا ناخذ اجرا. السلام عليكم، رمضان يعني الحلويات. النهاردة هنعمل كنافة بالمانجا. مين ما بيحبش الكنافة بالمانجا؟ هنعملها بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية، ممكن تعملي بيها مشروع، تطلعي اوردرات. احنا عارفين احنا بنشتري كوب الكنافة بكام، ويا سلام بقى لو عايزة صينية كده العيلة هيبقى مبلغ بقى وقدره. لا انا النهاردة يا ست الكل هقولك تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وتبقى احلى من برة. يلا بينا نقول الطريقة والمقادير. اول حاجه هنا معانا نص كيلو من الكنافه، حطيته اشتريته وحطيته في الفريزر لحد ما اتجمد، وخرجته بقى كسرته كده وحطيته في الكبه لحد ما بقى عامل معانا شايفين زي الرمل كده، كده مظبوط وزي الفل. حطاه هنا في الصينيه وحطيت عليه معلقتين من السكر البودره ومعلقه من الحليب البودره. طب ليه سكر وحليب؟ السكر البودره هيساعد ان هي تتحمر بسرعه، الحليب بيديلها طعم كده دسم وحلوه قوي وانتي بتاكليها. يعني هبدا بقى اخلط كله، السكر واللبن البودره مع الكنافه، ويا ريت بايدك بقى، يعني احلى حاجه في الكنافه ان انتي تحسيها كده بايدك وانت بتعمليها، عشان تتخلط كويس جدا وكل الكنافه تتغلف بالسكر واللبن. بعد بقى ما قلبتهم كلهم في بعض هنزل بقى بالسمنه بتاعتنا، دي نص كيلو كنافه نزلت عليهم يعني كوبايه من السمنه كتير، معلش لان هي احنا لازم نحمرها كويس عشان ما تتحرقش معانا. تمام، برضو بايدك كده يعني ايه زي ما بتعملي البسبوسه كده، بتبسي البسبوسه كده السمين مع السمنه. دلوقتي احنا بنبس بقى الكنافه مع السمنه، عايزين كل الكنافه تختلط بالسمنة، او ممكن لو عايزة تسهلي على نفسك يعني تسيحي السمنة وتحطيها عليها، ويا سلام بقى لو سمنة فلاحي طبعا يا هتوديكي في عالم تاني كده. قلبتها كلها مع بعضها وبدأت بقى رفعتها على النار، انا عايزة نار وسط ولا هادية ولا عالية، لان خلي بالك ممكن تلسع منك، بس طول ما انت شغالة يعني طول ما هي على النار ايدك شغالة فيها بتقلبي من تحت لفوق من تحت لفوق، لانك لو سهيتي عليها ممكن تتحرق منك من جنب وجنب يبقى لسه ابيض. شايفين طول قعدت معايا حوالي مثلا تلت ساعة على النار. انت عايزة تستغني عن عفوا الموضوع ده ممكن عادي تقومي رصاها في صينية ومدخليها الفرن ومش هتاخد معاكي اي وقت برضو. تمام، بعد ما احمرت وخدت اللون ده، انا حابه اللون ده قوي، نزلت عليهم بمعلقتين من الشربات، لو انت حابه تستغني عنهم براحتك، بس الشربات بيديلها طبعا لازم يبقى فيها سكر، لان الكريم شانتيه او الكريمه اللباني مش هيبقى فيها سكر قوي، هيبقى سكرها خفيف، فاحنا عايزين يعني نوازي او نعدل الطعم، ما يبقاش حاجه فيها يعني مسكره حاجه، لا عايزين نوزن الطعم كده. تمام، هنا جبت بقى قبات كده بعد ما عملتها وقلبتها وسبتها بردت براحتها، قبات كده بقى على شكل فانوس نازله جديده كده عند اي محل مستلزمات حلواني، وجبتها تفرح الاطفال كده يعني يبقى شكلها جديد، او لو عامله عزومه تبقى شكلها شيك كده وانت بتقدمها لضيوفك، كل واحد معاه الكب بتاعه هيبقى شكلها شيك، ولو انت عامله بتاع مشروع طبعا هتطلعها اوردرات، طبعا كلنا بنجيبها يعني من المحلات المشهورة وعارفين بتبقى اسعارها ايه. تمام، هنا بقى معايا كريم شانتيه، الكريم ده كريم شانتيه عادي ضربته مية مثلجة متلجة مش ساقعة، لا مثلجة زي ما قلتلكو، وعشان بقى نعزز الطعم بتاعها حطيت معاها كوباية من المانجا، عصير المانجا. يا سلام بقى بتودي الكريمة دي في حتة تانية خالص، حاجة كده في منتهى الجمال. بعد بقى ما فردتها، دي معايا مانجا، دي مانجا بيوري يعني ضربتها مانجا ضربتها بس في الخلاط من غير اي مية ولا اي حاجة. هو مفروض ان في كنافة المانجا ان انت بتحطي مانجا قطع، بس دلوقتي مفيش مانجا، ولو في اللي هي بتبقى طعمها مزز او حادق كده ما بتبقاش لطيفة جدا يعني في الوقت ده، فاحنا هنقف. لا طبعا احنا مخزنين المانجا بتاعتنا من السنة اللي فاتت، طلعتها وضربتها عادي جدا
وبقت معانا بيوريه كده تقيل بقى زي الفل. طيب انا ما عنديش دلوقتي عند اي مستلزمات حلواني، هتلاقي عنده كيس المانجا تقريبا الكيلو ب 45 او ب 55 جنيه، بتبقى برضه زي الفل وبتقوم بواجب المانجا اللي مش موجودة دلوقتي. تمام، بدأت برضو بعد ما خلصت المانجا حطيت برضو طبقة من الكنافة، وبرضو لازم اسويها كده عشان الطبقات تطلع معاكي شكلها كويس يعني في النهاية، وبرضو احط طبقة من الكريمة وطبقة من المانجا. طيب انتي مش حابة المانجا او ما يعني مش مستلطفاها مع الكنافة، ممكن بدل المانجا نستخدم زبدة اللوتس، تبقى في منتهى الجمال، وترشي بقى على وشها كده شوية من بسكوت اللوتس، يا سلام بتبقى فظيعة. طيب مش حابة اللوتس، ممكن كريمة البندق اللي هي النوتيلا، تبقى في منتهى الجمال وعلى الوش ترشي شوية كده من البندق، وطبعا كلنا بنحب الشوكولاتة. لو انتي مش حابة ده قدامك خيارات، لا اما تعمليها لوتس، لا اما تعمليها كريمة البندق اللي هي نوتيلا، مانجا، كراميل، او مربى الحليب، حاجات كتير جدا، واكيد ايه انتي بتحبي حاجة منهم. يعني بعد ما خلصت بقى هنا معايا جبت كام مانجاية كده وبدأت اقطعها حتت صغيرة على قدر الامكان ان انا عايزاها تطلع معايا قطع. تمام، وبدأت بقى ايه احطها على الوش كده، اللي كلها قال فعلا ان هو كان بياكل في قطع مانجا مع ال عفوا انا عندي برد واسفة جدا جدا على صوتي. نرجع لوصفتنا، زي ما قلت لكم اللي اكلها اللي ان هو بياكل قطع مانجا كده مع كنافة مع كريمة، حاسس بطعم القطع كده، ده المانجا اللي انا حطيتها على الوش. تمام، بعد بقى ما خلصت هحط بقى شوية من ايه من الفستق. الفستق ده مع المانجا مع الكنافة حاجة كده ميكس في منتهى الجمال، تغمضي عينك وتروحي في حتة تانية كده وانتي بتاكلي الكوب ده. ما عندكيش فستق سوداني، ما عندكيش، اكتفي بده وزي الفل جدا جدا جدا. واحنا بنجيبها من بره مرشوش عليها فستق ومكسرات، لا انتي بحاجات بس بسيطة عندك هتفرحي ولادك، هتعملي حاجة حلوة جدا في عزومة تشرفك قدام ضيوفك. عملنا كمية ما كلفتناش حاجة، نص الكنافة، نص كيلو كنافة مش عارفة بكام، ب 10 جنيه ولا ب 8 جنيه. قولي انتي عملتي مثلا كذا عدد، على فكرة نص كيلو كنافة ما عمليش العدد ده بس، لا عملي كمية كبيرة جدا. ولو ما عندكيش القبات صواني بايركس، ما عندكيش صينية بايركس، اي طبق اي طبق عندك اعملي فيه زي الفل ومحدش هيقولك لا. وفي اللي هي الاطباق الاكريليك برضو بتتباع عند مستلزمات الحلواني، مش عارفة مصممة ان انا اقولها الحيواني ليه، الحلواني، سوري يا جماعة، برضو هتبقى زي الفل. وشايفين اصلا الطبقات عاملة ازاي، والله والله الوصفة دي هتعجبكم جدا. وقفلت بقى الفانوس، بقى شكله شيك جدا، الولاد فرحوا بيه قوي قوي وانا فرحت بيه قوي قبلهم على فكرة، وفي العزومة كان شكله لطيف جدا وشيك كده وهو بتقدم، وكان طعمها في منتهى الجمال واللي دقها يعني حلف بيها. بس وصفة النهاردة خلصت حاجة كده سهلة وبسيطة، واحنا داخلين على الصيف هنحتاج حاجة بقى ايه ترتب علينا كده. يلا وكل سنة وانتم طيبين.